شوبير على عكس سير المباراة، وقبل في الدقيقة 53 مراوغة ولا أروع من اللاعب مصطفى فتحي المدافع بيتا كلوب من خارج ال 18، وتسديدة بيسرى ولا أروع يتصدى لها الحارس لوكونج ويخرجها ركنية. في الدقيقة 56 من خط فادح لمحمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، ومراوغة من جونيور سنتامو رقم 4 لاعب نادي بيتا كلوب يسددها بيمناه وسط مدافعي نادي الزمالك محرزا هدف المباراة الأول في الدقيقة 56 وسط غرابة من الجهاز الفني لنادي الزمالك زي ما قلت كابتن شوبير على عكس سير المباراة، ويعني تغاضي حكم المباراة بدارة دياتي حكم المباراة الذي لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة 100% لعرقلة أحمد علي بعد أن عرقله مدافع فيتا كلوب ولم يحتسبها زي ما قلت لك من أول الشوط الأول كابتن شوبير. قرارات عكسية لحكم المباراة. شكرا. احنا في دقيقة كام يا وليد؟ حاليا الدقيقة 57 يا كابتن. الدقيقة 7 لسه في العمر بقية ولسه في الوقت بقية، وما زال للزمالك فرصه كبيره جدا، وفعلا بيقولوا لي جوه في كنترول الزمالك ليه ضربه جزاء صحيحه 100% لم يحتسبها الحكم.